حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في تغطيتنا الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية المقررة يوم الرابع من شتنبر. نواصل استضافة الأحزاب السياسية للتعرف على برامجها الانتخابية ورؤيتها لتدبير الشأن المحلي، والحديث مع ممثليها بشأن الرهانات الكبرى لهذه الاستحقاقات المهمة. لمناقشة محاور هذا العدد يسرنا أن نستضيف هنا في الاستوديو السيد عبد اللطيف الغلب زوري، العضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. كما نرحب بالسيدة كاميليا بطمو، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار. أهلا بكم سيدتي. ونرحب كذلك كثيرا بالسيد إدريس الفينة، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أهلا بكم. شكرا. لو نبدأ معكم سيد عبد اللطيف، ما هي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة؟ بالنسبة لحزبنا حزب الأصالة والمعاصرة، أعد برنامجا يتكون من 20 إجراء واقعيا، لأننا حينما نقول إجراء واقعي يعني لا نريد أن نبيع الوهم للمغاربة، ولا نريد أن نكذب على المواطنين المغاربة، لأننا طبقا لاختصاصات الجماعات الترابية عددنا هذا البرنامج وفق هذه الاختصاصات. هذه الإجراءات 20 إجراء موزعة على مستويات عدة، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى البيئي، على المستوى الثقافي. ويمكن يعني تلخيص هذه البرامج في ثلاث نقط أساسية. النقطة الأولى وهي المقاربة التشاركية، لأنه حسب القوانين الجديدة المنظمة للجماعات الترابية فإن التركيز على إشراك المجتمع المدني وإشراك النخب المحلية في التسيير عبر مبادرات ومقترحات، هذه النقطة يعني نقطة أساسية بالنسبة لبرنامج حزبنا فيما يتعلق. والنقطة الثانية متعلقة بالمحاسبة. نحن يعني حينما عددنا لوائح المرشحين سواء على مستوى الجماعات الترابية أو على مستوى الجهات، فكان هناك ميثاق تعاقدنا عليه على أنه سوف يحاسبون بعد تحملهم للمسؤولية. وكما تعرفون بأن حزب الأصالة والمعاصرة عنده تجربة في هذا المجال، فقد سبق أن قمنا في إطار مراقبة منتخبينا بفصل بعض مسؤولين الذين تحملوا المسؤولية في بعض الجماعات. هناك أيضا النقطة الأخرى الثالثة وهي مقاربة النوع، حيث حاولنا التركيز على إشراك النساء وإشراك الشباب عبر توبيئهم مكانة متميزة في اللوائح، سواء لوائح الجماعات أو لوائح الجهات، إيمانا منا بأدوار هذه الشرائح المجتمعية في النهوض بأحوال الجماعات الترابية ببلادنا. طيب، إذن سنعود لنفصل في البرنامج. سيدة كاميليا، ما الذي يميز البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار؟ قبل التطرق للبرنامج التجمع الوطني للأحرار، لابد أن نستحضر أهمية الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة، أنه أولا جاء بعد دستور 2011، ثانيا مسألة أنه جاء يجسد وسيكون يعني نتيجة لتجسيد ضمانات الأمن الاجتماعي ومحاربة الفساد، الذي ما فتئ جلالة الملك في جل الخطب الملكية يؤكد عليها، خصوصا الخطاب الأخير لشريف. بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، فهو يعني أعد برنامج عمل طويل المدى، برنامج عمل يجيب على إشكاليات مهمة تخص الفقر، الصحة، التعليم، وفك العزلة، والتنمية المحلية والمجالية، بخطوط عريضة مسطرة تتمثل في ثلاث أهداف رئيسية.
الهدف الأول وهو يعني العمل على تقريب وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، وذلك بإشراك وإخبار الرأي العام المحلي بشأن تدبير الجماعة وكذا الحصيلة المتجسدة للمنتخبين المرشحين في لوائحنا الانتخابية، وهذا ما تم فعلا بإعداد حصيلة ممنهجة ومسطرة للتقرب من المواطنين ولإخبار المواطنين بذلك. كذلك وضع آليات لتفعيل الديمقراطية التشاركية وفتح قنوات التواصل لولوج سليم للمواطن للجماعات المحلية والجهوية. ثانيا هناك توفير ظروف العيش الكريم بجودة الخدمات لهذا المواطن، يعني ونخص هنا يعني خدمات الماء والكهرباء، توفير مطارح النفايات ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا في القرى وفي البوادي وما المسببات ديالو اللي هما النقل مثلا خصوصا. هناك المسألة الثالثة وهو الهدف الأسمى وهي تحقيق التنمية الاقتصادية، كيف يمكننا أن نحقق هذه التنمية الاقتصادية؟ فبالتأكيد يعني ستكون بتطوير تطوير موارد الجماعات المحلية والجهوية بسياسة جبائية أكثر نجاعة، وستساهم بالفعل على جودة الخدمات المقدمة للمواطن. إذن حزب التجمع الوطني للأحرار كيف استعد لهذه المرحلة؟ نوعية المرشحين الذين يتقدم بهم؟ يعني لن أكذب عليك، مسألة ديال استعداد التجمع الوطني للأحرار، نذكر أن التجمع الوطني للأحرار هو يعني شريك وهو مشارك في الحكومة حاليا، في يعني جل القيادات هي مشاركة في تدبير الشأن العام الوطني، فهذا أثر بالفعل على استعداد للانتخابات الحالية. وباعتبار بأن الأخ صلاح الدين مزوار فهو يحمل حقيبة وزارة الخارجية، وسيد طالبي العالمي هو رئيس مجلس النواب، وكذلك السيد أنيس بيرو، يعني كل القيادات الحزبية فهي منهمكة في يعني في تدبير الشأن العام الوطني. لكن هناك أيضا الشباب والنساء، ولكن يعني هناك منسقين جهويين وإقليميين يقومون بتدبير هذا الشأن، ونذكر هنا يعني المناضلين الشباب والنساء. كذلك كنشوفوا بأن الأخ صلاح الدين مزوار يعني يبذل قصارى جهده بجولات على الصعيد الوطني، جولات أثمرت مجهودات كبيرة، خصوصا يعني نحن نرى تجاوب المطلق للشعب المغربي مع هذه الجولات دون أي مشاكل ودون أي ضوضاء ملفتة للحدث. سنعود لهذا المعطى. سيد رئيس الفينع، هذه الانتخابات الجماعية والجهوية هي مهمة واستراتيجية بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كيف ذلك؟ بالفعل الاتحاد الاشتراكي ليس حزبا جديدا، فهو حزب ناضل منذ سنوات من أجل بناء دولة حديثة، دولة قوية، مغرب قوي بجماعات قوية وجهات قوية. هناك تراكمات كثيرة في مغربنا على مستوى الحكامة المحلية، على مستوى الحكامة الجهوية. طبيعة الحال إصلاحات المؤسساتية الأخيرة ستعطي دفعة جديدة لهذا البناء المؤسساتي، إذا ما طبيعة الحال اختار المواطنين ناس شرفاء لتدبير هذه الإطارات المحلية وهذه الإطارات الجهوية. الاتحاد الاشتراكي كما قلت ماشي عاد اليوم غادي يدير تصور استراتيجي بخصوص تنمية الجماعات والجهات، تصور ديالو هو تصور دائم، قراءته الوضعية قراءة مسترسلة ودائمة. طبيعة الحال قمنا بتحيين هذا التصور الاستراتيجي وفقا للمعطيات الأخيرة. المغرب لديه جماعات قوية، لديه كما قلت تراكمات، حقق إنجازات. طبيعة الحال هناك نقائص متعددة، وفي هذا الإطار جاء البرنامج اللي كان اقترحوه، اللي هو يمكن نقول بأنه موضوع في 12 المحور الأساسي، وهناك تقريبا واحد 300 إجراء عملي ممكن قابل للتحقيق. بالنسبة لهذا المحاور الأساسية ديال التصور ديالنا للنهوض بالحكم المحلية، المحور الأول ديالو هو بالنسبة لنا الجماعة أو الإطار ديال الحكامة المحلية والجهوية. أولا خصنا نستمروا في الإصلاحات المؤسساتية، لأن هناك مجالات اللي هي خصها تعطى
تنعتقد بان اختصاصها خصها تعطى للجماعات المحليه، خصها تعطى للجهات، لانه في كل الدول الديمقراطيه اللي سبقتنا في هذا المجال هذا التطور ديالها والنمو القوي ديالها حققته فضل الجماعات وفضل الجهات. لذا كنعتقدوا داخل الاتحاد الاشتراكي بانه نفتقد سنويا نقط كبيره من النمو الاقتصادي، لان الجماعات ما عندهاش اختصاصات كثيره، ولاحظنا هذا من خلال كذلك الميزانيات المخصصه للجماعات المحليه انها ما كتطورش بنفس النسبه وبنفس الوتيره اللي كتطور بها الميزانيه العامه. لهذا كنعتقدوا كما قلت انه خصها تعطى ميزانيات يعني اكثر اهميه واختصاصات كذلك اكثر اهميه، وهذا كنسميوه المحور ديال الاصلاحات المؤسساتيه اللي خصها تستمر رغم كما قلت الطفره الهامه اللي تحققت في الاصلاح الاخير. هناك جانب مرتبط بالتمويل، لان المشكل الاساسي ديال الجماعات المحليه او يعني باضافه الى مشاكل اخرى مرتبط بالتمويل، لان هناك تصورات، هناك رغبه، هناك يعني مخططات محليه، ولكن كلها كتبقى مشلوله لان ما كايناش امكانيه ديال التمويل. لهذا فكنلاحظوا مثلا الدار البيضاء او رباط واحد المدن حدات بعنايه ملكيه، وهذا علاش وطنجه كذلك كنلاحظوا بانها تبنات فيها واحد العدد من البنيه التحتيه، ولكن فضل الميزانيه العامه حنا كنقولوا بانه خصنا نلقاو اليات دائمه للتمويل ديال الجماعات. في الخطاب الملكي الاخير جاء بان هناك جماعات كثيره فقيره، حنا ما بغيناش تبقى جماعات غنيه وجماعات فقيره، بغينا تكون هناك تضامن ما بين مختلف الجماعات، وتكون هناك حد ادنى اللي يضمن لكل الجماعات في المغرب انها تكون عندها واحد الحد ادنى من البنيه التحتيه، وتكون عندها واحد الحد ادنى من التجهيزات، وما يكونش فيها فقر، وما يكونش فيها بطبيعه الحال خصاصات كبيره. إذن هذا بالنسبة للمسألة ديال التمويل. هناك كذلك جانب مرتبط بالجانب الجبائي، لأنه جماعات قوية خصها مداخيل. كنعتقد بأنه الإدارة الجبائية المحلية خصها تطور بشكل فعال باش يمكن سأتيح لك التوسع في هذه النقطة لاحقا. أستاذ عبد اللطيف، حينما نتحدث عن موارد توكل إلى الجماعات وإلى الجهات، هذا يفترض أن تكون هناك نخبة مؤهلة لقيادة هذه الجماعات بما يكفي من الكفاءة، من المصداقية، من النزاهة خصوصا، أليس كذلك؟ نعم، فيما يتعلق بالمرشحين ديال حزب الأصالة والمعاصرة، فاحنا حاولنا نركزوا على الكفاءة، وحينما نقول الكفاءة لا نقول يعني الشواهد أو الدبلومات. فعلا أنه التكوين الأكاديمي حتى هو عنده واحد الجانب، عنده واحد الأهمية، ولكن ركزنا أيضا على ناس اللي عندهم واحد التجربة، اللي عندهم واحد الخبرة في ميدان ديال التسيير المحلي، لأنه كما تعلمون أنه التسيير ديال الجماعات المحلية أو الجماعات الترابية يعني عنده خصوصيات مرتبطة بالقرب مع المواطن، مرتبطة بالإحساس والإنصات للهموم اليومية والمعيشية ديال المواطن. لأنه خلال التجربة اللي عندنا احنا في التسيير ديال عدة جماعات محلية، لما دخلنا التسيير تبين بأنه كانت هناك اختلالات كبيرة جدا، وهذه الاختلالات لابد باش أنه تكون واحد النخبة اللي واعية بهذه الاختلالات باش تقدر تجاوزها. على سبيل المثال، فاحنا كنلاحظوا بانه جميع المدن المغربيه الخدمات اللي كتقدمها الجماعه كتكون غالبا في وسط المدينه في الشوارع الرئيسيه، في حين انه الهامش ديال المدن، الاحياء الشعبيه ديال المدن ما كتوصلش هذه الخدمات ديال الجماعه. هذا هو الهدف الاساسي، علاش حنا قدمنا مرشحين اللي عندهم ارتباطات بالناس في الاحياء ديالهم، لانه حنا ما بغيناش الجماعات ديال شوارع محمد الخامس فقط، يعني بمعنى الشوارع الرئيسيه، بغينا التنميه اللي خصها تشمل الاحياء الشعبيه، بغينا واحد التوازن خصو يكون ما بين الجماعات الحضريه والجماعات القرويه، لانه لا يمكن انه الجماعات القرويه، اغلب الجماعات القرويه اللي كاينه حاليا الميزانيه ديالها لا تكفي حتى للتسيير، لا تكفي حتى لاداء اجور الموظفين، اذا ما يمكنناش نذكروا على جماعات قوية بدون ما يكون هذا التوازن ما بين النسيج ديال المدن، سواء وسط المدينة أو الأحياء الشعبية
وما بين الجماعات القروية، وخصنا نستغلوا لحسن يعني ليس لحسن الصداف، وإنما يعني يجب أن نستغل يعني كون هذه الانتخابات هي انتخابات جماعية وانتخابات جهوية بما أعطى القانون يعني للجهات من اختصاصات، فإن الجهات يمكن أن تلعب دورا مهما في مجال خلق هذا النوع من النوع التوازن، في مجال خلق تضامن بين الجماعات الفقيرة والجماعات الغنية. هذه العملية كلها مرتبطة بما تحدثت عنه، مرتبطة بهذه النخب التي يجب أن تتحمل المسؤولية. قلت الكفاءة، ولكن الكفاءة ليس فقط يعني الأكاديمية، وإنما الكفاءة المرتبطة بالخبرة والتجربة والقرب من المواطنين. حزب الأصالة والمعاصرة يخوض هذه الحملات الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين إلى جانب الأحزاب الأخرى، كيف يسهم حزب الأصالة والمعاصرة في تغيير الثقافة السياسية، في الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، من حيث الحملات النظيفة، من حيث النزاهة، من حيث الشفافية، من حيث تقديم الأكفاء؟ نحن فيما يتعلق بطبيعة الحملة التي نقوم بها في هذه الانتخابات، يعني ربما نتميز، لا أقول يعني أنا أحترم يعني جميع الحملات الأحزاب الأخرى، ربما بالإضافة نتميز بكون يعني هذه الحملات تقاد من طرف النخب المحلية، من طرف المرشحين، من طرف المسؤولين الإقليميين والجهويين والمحليين للحزب. هؤلاء هم من يقوم بالدور الأساسي في الحملة الانتخابية، لأنه من شأن إشراك هؤلاء حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. صحيح يعني ممكن أن تستقدم القيادات السياسية من الرباط، ولكن يجب التركيز على أبناء المدن وأبناء القرى وأبناء الأحياء، لأن لسنا بصدد انتخابات تشريعية، نحن بصدد انتخابات محلية وجهوية. إشراك النخب المحلية في الحملة الانتخابية هو تشجيع على المشاركة السياسية للناس بمختلف شرائحهم في هذه المحطة الانتخابية الهامة. شكرا لك سيدة كاميليا. ما شكل التدبير المحلي الذي يقترحه اليوم حزب التجمع الوطني للأحرار في الجماعات وفي الجهات أيضا؟ أولا أؤكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بالمقاربة التشاركية. مقاربة تشاركية يعني تهم بأن التواصل المباشر مع المواطن، فتح قنوات التواصل مع هذا المواطن، ومعرفة مشاكل التي يعاني منها المواطن سواء في المجال الحضري وفي المجال القروي، وهو بذلك فقد استعد يعني في إعداد لوائحه الانتخابية بنخب مؤهلة. وأؤكد كذلك بأن يعني مناضلي التجمع الوطني للأحرار يعني لم يتم استقطاب أو مثلا الاستعانة بمناضل يعني بأشخاص خارج الحزب، بل مناضلي التجمع الوطني للأحرار يتوفرون على مؤهلات كبرى وقدرات على التواصل، يتميزون كذلك بسمعة جيدة جدا، وكذلك مسألة ديال الشباب يعني تم إشراك الشباب في كل اللوائح الانتخابية، وكذلك المرأة التجمعية هاد الانتخابات يعني حاضرة بقوة. كذلك يدعمها أولا العمل النضالي والميداني الذي تقوم به، يدعمها الثقة التي أعطاها لها الحزب وكذلك المناضلين، بحيث أننا نجد في مثلا نموذج جهة طنجة تطوان يعني الحزب الوحيد على ما أظن الذي قدم في لوائح انتخابية يعني امرأتين تقودان اللوائح الرئيسية، مثلا في مقاطعة طنجة مغوغة هناك سيدة شاكير المعروفة على المستوى العمل الممتاز الذي تقوم به، والأخت شقور في مارتيل يعني امرأتان من يعني مناضلتان تقودان اللوائح والحزب أعطاهم الثقة، كذلك زيادة على الأخت مبركة بعيدة في الصحراء. إذن هذا فيما يتصل بمشاركة النساء، لو تحدثينا مثلا عن الدوائر التي يركز عليها الحزب وشكل الخطاب الذي يتوجه به إلى الناخبين، ما مضمونه؟
خطاب الحزب الذي يتوجه به للمواطنين وهو خطاب الثقة، يعني بأن المواطن يجب أن يثق في هذا المواطن. المواطن يريد أن يجد منتخب نزيه، منتخب يتواصل معه، منتخب يجده عند الحاجة، منتخب يعني يقدم له حصيلة ويمكن أن يحاسبه في حالة إخلاله بمهامه. هذا ما يريده المواطن. لذلك في حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعطى نخبا ومناضلين يتقنون هذا المعطى. ربما أعود معك على مستوى البرنامج. عند إعداد البرنامج من المؤكد أنكم ذهبتم إلى الجماعات الترابية وحاولتم استقصاء الحاجيات التي يعبر عنها السكان. منعوا هذه الحاجيات؟ من المعروف أن حاليا طنجة في ظل الوضع الحالي أو ما مثلا مقبلة على عدة مشاريع كبرى، ولكن حاليا عند مثلا عند إعدادنا لهذا البرنامج ففعلا يعني استقينا آراء وتفقدنا عدة يعني حاجيات لمنطقة طنجة. يعني نأسف أن يعني مازال هناك مجهود يلزمنا للرقي بطنجة إلى مستوى التطلعات أو ما يصطلح عليه بطنجة الكبرى. فطنجة الكبرى يلزمها أن تكون رائدة في جميع المجالات. مثلا هناك عدة مناطق ما زالت لحد الآن تم إضافتها إلى المجال الحضاري وهي ليست في المجال الحضاري. يعني لو يمكن أن هناك عدة مناطق سنتوسع أكثر في التنمية الجهوية. أستاذ دريس الفين، انتهينا إلى معطى أن الموارد المالية أصبحت وأيضا الصلاحيات أصبحت في مكنة الجماعات وفي مكنة الجهات، ولكن الآن السؤال هو عن النخبة التي ستمارس هذه الصلاحيات وعن النخبة التي ستأمر بصرف هذه الميزانيات. بطبيعة الحال الاتحاد الاشتراكي قدم أحسن ما عنده من أطر نساء وشباب باش يقودوا هذه التجربة الجديدة في ظل الدستور الجديد بحملة نظيفة جدا. الاتحاد الاشتراكي ما عنده معطي، ما كيبتزش الناس، ما كيستغلش الفقر ديالو، ما كيستغلش الحاجة ديالو، ما كيستغلش لا يستغل الدين ليبتز المواطنين. بطبيعة الحال نشتغلوا في إطار وأفق أننا نبني مغرب قوي بجماعات قوية، هذا هو الهدف ديالنا. نريد كذلك مؤسسات قوية. لهذا فالهدف ديالنا كما قلت هو أننا نقوم بحملة جد نظيفة ونعطيه أحسن ما عندنا من أطر لقيادة هذه التجربة كما قلت الجديدة. بخصوص كما قلت المحاور الأخرى للنهوض بالجماعات، كاين محور اقتصادي لأنه تشخيص اللي قمنا به على مستوى يعني التدبير الجماعي وهو أن الدور الاقتصادي للجماعة ضعيف، لهذا وهذا هو تيخلي المواطن ما ينظرش للجماعة كمكون أساسي في الدولة. لان علاش المواطن تيقول بان الجماعه مادام ما عندها اختصاصات ما عندها ما تعطيني لا التشغيل ما تعطينيش التعليم، كل شيء مرتبط بالدوله، اذا ما عندي من اهتمام ديالو بالجماعه ضعيف. لهذا كما قلت رد الاعتبار الادوار ديال الجماعه هو اساسي باش يمكن المواطن يعرف بانه كل حاجيات ديالو يمكن يحققها محليا على مستوى ديال الجماعه ديالو، على مستوى ديال الحي ديالو يلقى عدد من المسائل اللي كيقلب عليها، تيمشي للرباط او تيمشي للدار البيضاء باش يلقاها. التشغيل ما يبقاش يمشي يوقف في الرباط باش يلقى التشغيل. التشغيل الجماعه خاصها تلعب ادوار اقتصاديه مهمه، وباش تلعب هذه الادوار الاقتصاديه المهمه خاصنا بطبيعه الحال مجموعه من الاولويات، خاص تخطيط جيد، لان اليوم كنلاحظوا بان الجماعات ما عندهاش تخطيط جيد لعده اسباب. خاصها كذلك مناطق صناعيه وتجاريه، لانه باش نجلبوا الاستثمارات ما يمكنش نجلبوا الاستثمارات من فراغ. الاستثمارات تجي الجماعات والمدن اللي مؤهله لهذه الاستثمارات. لذا فكنشوفوا بان الادوار الاقتصاديه ديال الجماعات تتطور باش يمكن لها تلعب اولا تجلب استثمارات، ويمكن لها تلعب مستقبلا ادوار طلائعيه، ويمكن لها تخلي المواطن يعني يحس بانه
هناك فعلا كاين ما يدار في الجماعه، ما يبقاش يقلب على الرباط، ما يبقاش يقلب على الدوله هي اللي خصها تحقق له واحد المجموعه ديال الحاجيات اللي كيلقاها على مستوى ديال الجماعه ديالو. اذا هذا كاين جانب ديال الاقتصاد، بطبيعه الحال كاين جانب ديال الشراكات، لان الجماعه بوحدها ما يمكنش دير الكثير، حاجيات الجماعات كثيره، بالتالي فهناك بطبيعه الحال اتجاه اللي كنعتقدوا انه اساسي واللي نجح في عدد من الدول هو الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق عدد من المسائل وعدد من البنيات التحتيه اللي يمكنش الميزانيات الحاليه كما تقال اللي ما كتكفي حتى للتسيير. اذا خاص خام شراكات، بغينا نبنيو واحد المسرح ماشي بالضروره الجماعه اللي تبنيه، يمكن لا تبنيه في اطار شراكه ما بين قطاع خاص وقطاع عام، بغينا نبنيو واحد مركب رياضي يمكن يتبنى. اذا عدد واحد من التجهيزات اللي كنا مش حال هذه واقفين ديالنا التصورات وما قادرش نهزوها نقدروا نهزوها في اطارات جديده. اذا هذه مساله كنعتقدوا اساسيه. اذا ساختم معك بعد قليل استاذ عبد اللطيف، حزب الاصاله والمعاصره يقدم مرشحين ربما في عدد كبير من الدوائر من الجماعات القرويه بالخصوص هناك حيث الخصاص الاجتماعي، كيف تنظرون الى المساله الاجتماعيه في برنامجكم؟ بالنسبه للمحور الاجتماعي في برنامج حزب الأسرة والمعاصرة أعطيت له أهمية كبرى، بحيث أنه التزمنا في البرنامج ديالنا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك ركزنا على المسألة ديال مساهمة الجماعات الترابية في حل معضلة التشغيل، رغم انه هذه يعني معضله مرتبطه بالعمل الحكومي، ولكن مع ذلك بالنسبه للجماعه الترابيه يجب ان تخلق واحد المناخ اللي يسمح للمقاولات باش تشغل الشباب العاطل. كذلك الجماعات المحليه مطالبه باش انه يتساهم في حل المعضله ديال التعليم، هذه المعضلة اللي عويصة في يعني في بلادنا، عن طريق يعني المساهمة في بناء مدارس إعدادية وثانوية وكذلك ابتدائية. أيضا هناك مشكل النقل ما بين الجماعات القروية وكذلك داخل المدن، أولينا أهمية كبرى لهذا الموضوع. وحنايا ملي كنقولوا هذا الشيء كنقولوا حنا مرتكزين على تجارب في التسيير السابق، لانه كما كتعرفوا حنا سيرنا بعض المدن الكبرى وسيرنا بعض الجماعات القرويه وسيرنا ايضا بعض البلديات، وكانت ناجحه يعني في هذه الامور هذه الاجتماعيه الى حد بعيد. نعطي المثال بمراكش، نعطي المثال بطنجه اللي كانت يعني واحد التجربه رائده فيما يتعلق بالنقل، بحيث انه بعد الاشراك ديال المجتمع المدني والفعاليات المحليه كان واحد الميثاق سميناه ميثاق طنجه اللي شرفت عليه الجماعه الحضريه ديال طنجه. هذا الميثاق اللي كيتضمن اللي تفرز بعد القيام بندوات حول عده مواضيع بحال النقل، بحال التدوير المفوض، بحال اذا قلت بان احنا نرتكز على تجربه يعني ناجحه من اجل يعني التطلع للمستقبل فيما يتعلق بحل هذه المعضلات الاجتماعيه التي تحدثت عنها. إلى أي مدى لدينا اليوم وعي بحساسية الاختصاصات الموكلة للجماعات وللجهات؟ إلى أي مدى المواطن اليوم يعي بأن هذه الجهات ستكون مسؤولة عن التعليم وعن الصحة وعن الاستثمار والصناعة إلى غير ذلك، ومن ثم الإحساس بهذه المسؤولية والمبادرة للمشاركة؟ وكما قلت سابقا يعني هذا الدور منوط بالناس اللي كيخرجوا يعملوا الحملات الانتخابية. هو صحيح انه هذه المواضيع ديال التشغيل والمواضيع ديال النقل والمواضيع ديال ماشي باختصاص فقط الجماعات المحليه وانما اختصاصات حكوميه، وصحيح ايضا انه الميثاق الجماعي الجديد كيمنح اختصاصات من الجماعات الترابيه والجهات في هذه المواضيع هذو، ولكن باش المواطن يوعى بهذه المساله هذه هذا الدور ديال الاحزاب السياسيه كلها ماشي الدور ديال حزب واحد،
وباش نوصلوا هذا الوعي هذا المواطنين يجب إشراك بحال قلت قبيلتي، يجب إشراك النخب المحلية في الخروج في الحملات الانتخابية، لأنه بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف بأنه استقدام مثلا الأمناء العامون ديال الأحزاب من الرباط ولا من الدار البيضاء من بعض الجماعات القروية من أجل استمالة أصوات الناخبين، هذا 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 يعني ما غاديش هادشي اللي قلتي ما يديش للناس باش يوعاو بهذه الاختصاصات الجديده ديال الجماعات المحليه، لانه هاد الناس هادو كيجيو في اغلب الاحيان يعني كيكون الخطاب يعني مرتبط يعني بالسياسه العامه للبلاد اكثر مما هو مرتبط بهذه الجماعات الترابيه، ولهذا اعود فاقول يعني لازم نعطيه الأهمية للنخب المحلية في الانتخابات الحالية. شكرا لك سيدة كاميليا، ماذا عن تجاوب المواطنين معكم في الحملات الانتخابية؟ يعني صراحة يمكن أن أقول بأن الحملة حملات التجمع الوطني الأحرار هي يعني خصوصا يعني المستوى الوطني أو المستوى المحلي هي حملات نظيفة، يعني تواصل مباشر مع المواطنين مع استعراض الحصيلة حصيلة المنتخبين المرشحين في اللوائح الانتخابية، وهناك تجاوب كبير جدا خصوصا بأن الأغلبية المرشحين في اللوائح الانتخابية قد سبق أن يعني أن كانوا في تسيير الشأن العام المحلي سابقا مع وجود وجوه شابة وجوه نسائية جديدة. يعني هناك تجاوب مطلق للمواطن، لأن المواطن هو محتاج للصدق، المواطن محتاج لمن يعني يرصد الاختلالات يرصد المشاكل ويتجاوب معها، خصوصا أن نعرف أن مثلا يجب أننا نحسس المواطن بمسؤولية الصوت الذي سوف يعطيه لتدبير الشأن العام المحلي لمدة 6 سنوات. فيعني المواطن عند علمه بأن الصوت صوته يعتبر أمانة ويعتبر يعني نفيس وغالي، فهو يتطلع يعني لتصويته لنخب جيدة في تدبير الشأن العام المحلي. هل من السهل عليكم مثلا إقناع المواطن الذي كانت له تجارب غير موفقة في جماعات معينة مثلا بالمبادرة إلى المشاركة، لأن ترسخت القناعة لدى فئة على الأقل من الناخبين بأن هذا العمل الجماعي وتدبير الشأن المحلي ربما هو مجال للمنافسة غير الشريفة إلى غير ذلك، هل من السهل تغيير هذه القناعات؟ طبعا طبعا المواطن وعى يعني ويعي جيدا يعني ان يعني بان الشأن العام المحلي يعني يختلف عن تدبير الشأن العام الوطني، فمثلا نجد بان كاين هناك مثلا مواطنين يطالبون مثلا المنتخبين بالشغل بالتشغيل، يطالبون المنتخبين ب يعني بمسائل مرتبطه بتدبير الشأن العام الوطني. حاليا نجد بان المواطن قد وعى، خصوصا بان مثلا مع وسائل الاعلام مع مثلا حملات الترشح الذي يعني نوعي فيها المواطن بان هناك اختلاف بين تدبير الشأن العام الوطني وتدبير الشأن العام المحلي، فهذه الحملات سوف تساعد يعني المواطن بإعادة الثقة في هذا المرشح، وكذلك يعني المخططات أو برامج المرصودة لذلك فهي بسيطة وتلبي حاجية هذا المواطن. هل المواطن اليوم مقتنع ربما بجدوى العرض السياسي الذي يقدمه مثلا حزب التجمع الوطني للأحرار، مثلا أهمية المشاريع التي يقترحها، نوع التدبير المحلي الذي يقترحه في الجماعات التي يقدم فيها المرشحين؟ هذا يمكن يعني نحن قمنا بحملات لتوعية المواطن وعرض برنامج العمل الذي لا يعتبر هو برنامج عمل مرحلي بل هو برنامج عمل مسطر على المدى البعيد. تجاوب المواطن يمكن أن نعرفه بعد 4 شتنبر، يعني يمكن أن نعرف مدى تجاوب المواطن مع ذلك ومدى اقتناعه ببرنامج عملنا. طيب في 20 ثانية، ما هي رسالة التجمع الوطني للأحرار للمواطن؟
رسالة التجمع الوطني الأحرار للمواطن، يعني أقول بأن يعني صوتك يعتبر أمانة، يعني يجب للمواطن أن يعرف لمن سوف يعطي صوته لتدبير شأن العام المحلي لمدة 6 سنوات. يجب أن يعرف الشخص الذي سوف يثق فيه والذي سوف يمثله في الجماعات الترابية. شكرا لك سيدتي. أستاذ عبد اللطيف، أستاذ إدريس الفينا، ما هو الرهان الذي يخوضه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الاستحقاقات، وماذا يريد أن يقول للمواطن للناخب؟ الرهان ديالنا كما قلت هو بناء جماعات قوية وبناء جهات قوية، هذا هو الهدف يعني من المشاركة ديالنا في هذا الاستحقاق هذا. وباش نبنيو هذا الشيء خاصنا بطبيعة الحال مجموعة من الأولويات. بطبيعة الحال هناك برنامج قوي اللي قدمه الاتحاد الاشتراكي اللي فيه تقريبا 300 إجراء و12 محور استراتيجي، هناك مرشحين، هناك حملة نظيفة نقودها. الان طبيعة الحال هذا العمل اللي كنقوموا به هذه المعركه، طبيعة الحال هناك شركاء سياسيين داخلين كذلك في هذا الاستحقاق هذا. طبيعة الحال الاتحاد الاشتراكي الهم الاساسي ديالو هو تكوين كما قلت جماعات، وباش نكونوا جماعات قويه خاصنا نعطيو اشارات قويه للمواطن، إشارات قوية بأن الجماعات أدوارها ستكون أكثر أهمية بالنسبة لي. بطبيعة الحال فاش نقول المواطن والجماعة كنقصد هنايا، لأنه بعد ما كننساو بأنه كاين مناطق ذات طابع خاص، هناك مناطق صحراوية، هناك جبال، هناك واحات اللي عندها طابع بطبيعة الحال خاص، هناك مواطنين في قرى معزولة في دواوير معزولة ما نساوهمش وحنا في هذا البلاطو هذو، حتى هما الاتحاد الاشتراكي كيتوجه اليوم، وهما كذلك عندنا إجراءات عملية بالنسبة لهذه المناطق الخاصة، مناطق ساحلية، هناك مناطق ساحلية كثيرة مهجورة أو يتم استغلالها بشكل بشع، حتى هي عندنا فيها إجراءات. إذا مناطق صحراوية لأنه مناطق شاسعة وفيها كثير ما يمكن نديرو. البادية اللي الآن اليوم مصدر مشاكل هجرة قوية نحو المدن كتجينا كلها من البادية، بطبيعة الحال خصنا نهضو بالبادية بشكل قوي باش ما تبقاش فقط فاش نهضرو على البادية تتبادر إلى ذهننا الفقر، فاش كنهضروا على الواحات كذلك لانه تتبقى مجالات طبيعيه جميله خصنا نرجعوا لها الاعتبار. المناطق الجبليه فيها مجموعه من المغاربه يعيشوا فيها، حتى يخصها بطبيعه الحال عمل قوي باش يمكن لها حتى هي المواطنين يستقروا فيها اللي في شي منطقه يعني يستقروا فيها. اذا هذا من جهه. غادي نرجع باختصار للمحاور اللي تكلمت عليهم سابقا لانه من الاهميه بمكان، بخصوص رد الاعتبار الادوار ديال الجماعه. كاين تحسين مناخ الاستثمار وجاذبيه الاستثمار ديال الجماعات المحليه وديال الجهات، هذا بطبيعه الحال فيه واحد العمل كبير اللي خصنا نقوموا به، وعمل بيداغوجي باش يمكن الجماعات والجهات تكون لها جاذبيه كبيره للاستثمار. على مستوى ديال التعمير بطبيعه الحال اليوم كاينه مشاكل كبيره خصنا نعترفوا بها، مدننا تعرف وهوامشها تعرف مشاكل كبيره، بطبيعه الحال هناك سكن غير لائق، هناك دور آيل للسقوط، هناك اشكاليه ديال تدبير التعمير والجهات والاطراف المتعدده اللي كتدخل في هناك غياب الشفافيه بطبيعه الحال في هذا المجال هذا. اذا هناك اصلاح كبير خصنا نقوموا به على مستوى منظومه التعمير باش يمكن المدن ديالنا غدا تصبح مدن جميله والمغاربه يرغبون بشكل اكبر في العيش فيها، خصوصا الاحياء الهامشيه. بطبيعه الحال هناك مساله اللي كتدخل في صميم رد الاعتبار الادوار ديال الجماعه، وهو مساله المراقبه المستمره. هاد الناس هاد التجار وهاد المفسدين اللي باغيين يدخلوا اليوم الجماعات، لو انهم عرفوا بانهم من غدا غادي تكون مراقبه قويه وهناك عمل مسترسل للمجلس على الحسابات وكل اليه ديال المراقبه، كلهم انا كنظن يقدموا استقالتهم قبل ما ينجحوا في هذه الانتخابات، لانهم غادي يعرفوا بانهم غادي يكونوا متابعين من طرف هذه الاجهزه ديال المراقبه. هذا حنا كنعتقدوا ثواني لان المراقبه حنا كحزب الاتحاد الاشتراكي غادي نطالبوا باش تكون مراقبه مسترسله ودائمه.
إذا كنقول أن المواطن من خلال هذا المنبر هذا باش يصوت بكثافة على لائحة الاتحاد الاشتراكي في كل المدن وكل المناطق. شكرا لك. شكرا لكم أستاذ عبد اللطيف الغلب زوري عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، شكرا على المشاركة. الشكر موصول للسيدة كاميليا بوطمو عضو حزب التجمع الوطني للأحرار. شكرا لكم أستاذ إدريس الفين عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الحضور معنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. إلى لقاء مقبل، إلى اللقاء.